بيبي كيف بيقدر الرجال يخلي المرأة مبسوطة وعايشة بسعادة؟ شو؟ ليك حياتي هيني كتير تقدر الرجال يخلي المرأة تكون مبسوطة حبيبة وعايشة بسعادة بده يكون يعني كي كريم ومنيح ويحبها ويدللها ويتسسها ويغنزها ويحب العائلة تكون بحب العائلة أهم شي يكون بحب العائلة بتعرف بدك تعرف تشتغل بالبيت شوي صغيرة أنا كم شغلة بالبيت مش كتير أنا مش كل ما أنت راحت لمبة مثلا هي الكهربجة ودق لها الجيران مثلا بركي هي لابسة شي مش خارج إنه يجي الجيران اللي عندها حتى يغيروا لها اللمبة بده يقدر يغير اللمبة مش إنه طالبة منه يركب لها الحمام بس هلا شي يعرف شو بالسنجدية شوي صغيرة يعني إذا بطلع هن سيفون انتزع صار له شي الحمام صار خبرية ولا المجلس سطم ولا شي من هدول يعني إذا راح مع شوبينج مثلا يروح معها يطول باله معلش حلو واحد يروح معها يعمل شوبينج ياخذ رأيه هي حبيبة إذا عجبها فستان شيلها اثنين حلو الكرم ليش بده يكون بخيل عليها بده يكون خادم يعني بحال اهلها عايزه شغله اما بيا ستة عمها سودا يقدر يخدمها اياهم لانه ما فيها انا مثل يارا بحجمي لسبيل جميله مين بده يطلبوا يعني ما هو بده يكون بالنهايه رجال البيت عرفت كيف ما بده يربيله عليها بده يكون حنون هي بلاوات بتقطع فيهم عصيب بتكون معصبه بركي من شغله معصبه من شيء صاير معها بحياتها بده يسمعها بده يربيله عليها قطعت سيارتها على الطريق بلا بده يقول له بده يجي لعندها حبيبي يظبط لها السياره مشان ما تكون هي ناطحه حتى يجي الميكانيكي يظبط لها السياره تقعد كل النهار حبيبي الميكانيكي حتى يظبط لها السياره ثاني سياره معها لستة الصبح تاخذها على رافعه حبيبي مش شغلتها هي للمره دول الرجال هو بده يعملوا كل سوا من وقت لوقت يتذكر عيد ميلادها يتذكر كل المناسبات السعيده يجيب لها كادويات تاتا شغله يتذكر ايش يتذكر الاكل اللي بتحبه من وقت لوقت بخلق وين غلط يا حبيبي اذا عملها هو شوبينج راسري للبيت يعني بيساعدها هيك بترتاح شوي صغيره مش بتعرف تهنين كثير طب ليك كيف تقدر المره تبسط الزلمه وتخليه يعيش بسعاده هيني بتسكر تمها وبتحل عنه بتسكر تمها بتحل عنه لعمى ما اسمه جيبي لعمى ما اسمه حبيبي انا بعرف خليك تكون مبسوطه يا حبيبي انا بعرف كثير ايش حلو المره فيها تبسط فيها الزلمه سمعك بتحلم من وقت للتاني حدا عندك تتكلم حلو بتقول لك يا قلبي